منذ أن أوجد الله سبحانه البشرية على سطح الأرض أرشدهم وعلمهم كيف يتخلصون من آلام الجسد بالحجامة. الحجامة وسيلة طبيعية لإخراج الفضلات، وهي عملية تفريغ للخارج، وبهذه الطريقة يقوم الجسم بالتخلص من السموم وتسكين الآلام. الحجامة موروث نبوي، وقد وجدت في الحضارات السابقة مكتوبا ومنحوتا، كونه مفهوما أساسيا للحياة عند العصور السابقة. والآن قد أقبل علينا الناس بشدة من المشرق والمغرب، كونها مفيدة ووقائية. الإنسان يحتجم بمعدل مرة إلى 4 مرات كل سنة بحسب حاجته، ويتراوح عدد الكاسات التي يحتاجها من 3 إلى 13.